خلينا نرجع تاني لصاله الامير عبد الله الفيصل ولقاء سلا حامد مراسلتنا من ارض الملعب ولقاء مع الاسطوره الكبير احمد صلاح. اتفضل يا سلا. مرحب بيك طبعا تاني يا كابتن هيثم وبكل ضيوفك الكرام في الاستوديو وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وطبعا ببارك لك يا كابتن هيثم وببارك لكل جماهير النادي الاهلي بعد فوز النادي الاهلي على نادي الزمالك طبعا في مباراه اليوم بثلاث اشواط ومقابل شوط. ويمكن زي ما انت قلت يمكن معايا الاسطوره والكبير والعالمي كمان كابتن احمد صلاح. كابتن احمد طبعا في البدايه برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي. وخليني يا كابتن في البدايه ابارك لك على مباراه النهارده وشايف المباراه النهارده ازاي طبعا من وجهه نظرك واداء لاعبي النادي الاهلي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اول حاجه اقول الف مبروك للنادي الاهلي والف مبروك للمجلس الاداره والف مبروك طبعا لجمهور الاهلي كله. الحمد لله طبعا الماتش طبعا كان في الاول كان ماشي كويس. طبعا الجيم الثاني قفل شويه وخدوه لكن الحمد لله احنا قدرنا نرجع تاني والحمد لله رب العالمين يعني قدرنا نسيطر على الماتش تاني. احنا برضو كنا مستعجلين جدا على المكسب وعشان الماتش في ارضنا والكلام ده لكن الحمد لله يعني الدنيا مشيت زي ما احنا عايزين وكسبنا 3-1 وان شاء الله اللي جاي يبقى احسن باذن الله. كابتن احمد طبعا يمكن النادي الاهلي من الفرق اللي تاهلت للادوار اللي جايه ان شاء الله في بطوله الدوري. مباراه النهارده يعني ما نقدرش نقول هي ممكن تاثر على مشواركم في بطوله الدوري. انتوا خلاص تاهلتوا لكن النهارده تعاملتوا مع المباراه بشكل جدي يعني اللي هو النهارده مفيش بديل للفوز طبعا مباراه ديربي ودي مهمه جدا بالنسبه لجماهير النادي الاهلي. طبعا هو الدور ده كله اصلا يعني ملوش لازمه. احنا والزمالك كده كده صاعدين للدور النهائي بس طبعا حاجه معروفه يعني بين ماتش الاهلي والزمالك ديربي معروف. طبعا لما بتكسب بتبقى انت بتفرح جمهورك وتفرح ناديك فدي كانت اهم حاجه بالنسبه لنا ان احنا نفرح جمهورنا ونفرح مجلس الاداره واحنا كمان نفرح ان ده حاجه مهمه بالنسبه لنا ان احنا طبعا السنه اللي فاتت خسرنا دوري وكاس فاحنا ان شاء الله عايزين نعوض الكلام ده السنه دي. فيعني دي بدايه وربنا يسهل وده لسه برده في عندنا احسن بكتير من كده واللي جاي ان شاء الله يبقى احسن باذن الله. باذن الله يا كابتن. طبعا زي ما انت قلت ان كنتوا عايزين تفرحوا جماهير النادي الاهلي الموسم ده في العديد من البطولات ان شاء الله الفتره اللي جايه. كابتن ازاي هتستعدوا لها من بعد مباراه الزمالك من بعد النهارده ازاي هتستعدوا لبقيه البطولات؟ اللي انا عارفه يعني او الكابتن ميدو قاله لنا اللي المفروض ان شاء الله عندنا ماتش كاس يوم 15 وبعد كده هنبدا الدور الثمانيه اللي هو من 1 لـ 8 الترتيب. ثلاث ماتشات ماتشين بس طبعا لسه ما انا ما اعرفش المواعيد ايه او الايام ايه. وبعد كده المفروض عندنا ماتش كاس السوبر اللي هو بطوله السوبر وبعد كده عندنا عربيه وعندنا ضغط ماتشات كتيره جدا الفتره اللي جايه فعشان كده الموضوع اللعيبه مركزه في كذا حاجه. لكن ان شاء الله الفتره اللي جايه يبقى الدنيا هتبقى اهدى كتير والدنيا هتبقى بس منظمه ان شاء الله الفتره اللي جايه. احنا بس لحد دلوقتي ما عندناش حاجه تاكد اللي انا بقوله ده. هو المفروض هم ده اتقال لكن كورق لسه ما فيش طبعا حاجه جت رسمي. لكن الفترة اللي جاية عندنا كأس السوبر ده تحدد أكيد إن شاء الله ده تبقى أول بطولة في الموسم وده دلوقتي احنا مركزين عليه. احنا عايزين ربنا يكرمنا ونكسبه عشان دي تبقى فاتحة لينا إن شاء الله وتبقى نقدر يعني إن شاء الله الفترة اللي يعني دي هتدينا دافع لبقية البطولات إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله يا كابتن ويعني إن شاء الله جمهور النادي الأهلي واثق فيكم وزي ما أنت قلت ضغط كتير ولكن إن شاء الله تفرحوا جميع جماهير النادي الأهلي ومبروك تانية مرة تانية لمباراة اليوم يا كابتن. ربنا يخليك. شكرا يا سلام. يا كابتن. ده طبعا يا كابتن هيثم كان لقائنا مع كابتن احمد صلاح الاسطوره وطبعا والعالمي كابتن احمد صلاح. والان العوده مره اخرى للاستوديو يكلم ليك مره ثانيه يا كابتن هيثم. تفضل. زميلتنا العزيزه سالة حامد بشكرك شكرا جزيلا. الحقيقه احمد صلاح من اللعيبه اللي تحب تشوفها تحب تتفرج عليها تحب تسمعها. يعني احمد صلاح عنده حاله عشق كبيره بينه وبين جماهير النادي الاهلي.